برضو أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إجمالي أعداد المصابين جراء حدث قطار المرازيق ووصلت ل 58 مصاب دون وفيات الحمد لله. وجاء ذلك خلال زيارتها المصابين بمستشفى الهرم والعجوزة. وجهت وزيرة الصحة والسكان بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين والرعاية اللازمة لهم ولذويهم. حتى الآن احنا استخدمنا 35 سيارة إسعاف، ضخينا 35 سيارة إسعاف علشان ننقل 58 مصاب، 28 في الهرم، 28 في الهرم و17 في العجوزة و12 في البدرشين، خرج منهم 10 وواحد في معهد ناصر، حالات الرعاية المركزة 2، واحد في معهد ناصر واحد في مستشفى الهرم، الحالات منها بسيطة وعلى الأقل مش أقل من 30% من الحالات هتغادر المستشفيات النهاردة. ما فيش أي تدخل جراحي لغاية دلوقتي لأن عملنا الفحوصات الطبية، حتى الحالات اللي هي احتمال يكون في أي إصابة في العمود الفقري أو في المخ هي ما زالت تحت الملاحظة وتحت الفحوصات، وغالبا مش هيبقى فيها حاجة إن شاء الله. دي كانت تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة. الحمد لله ما فيش وفيات، عدد المصابين وصل ل 58 مصاب.